استيقظت ميانمار اليوم الاثنين على خبر الانقلاب الصادم الذي شنه الجيش على حكومة سان سوكي المنتخبة، والتي جاءت بعد سنوات طويلة من حكم عسكري بقبضة حديدية على البلاد. لكن ما الذي يعرفه العالم حتى الآن عن هذا الانقلاب، وماذا حل بكبار الساسة في الدولة؟ يعطل الانقلاب العسكري مسار سنوات من الجهود المدعومة من الدول الغربية لإرساء الديمقراطية في ميانمار التي كانت تعرف سابقا باسم بورما وتحظى فيها الصين بنفوذ قوي. أعلن جيش ميانمار في بيان له اليوم الاثنين أنه نفذ اعتقالات وسلم السلطة لقائد الجيش هلاينغ المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية منذ ديسمبر كانون الأول 2019، وذلك على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الروهينجا في البلاد، وهم أقلية مسلمة يعيشون في ميانمار ذات الغالبية البوذية، وقد فرض الجيش حالة الطوارئ لمدة عام. وما إن وقع الانقلاب حتى هرع السكان إلى الأسواق لتخزين المؤن، فيما اصطف آخرون أمام ماكينات الصرف الآلي لسحب النقود. وعلقت البنوك لاحقاً الخدمات بسبب ضعف الاتصال عبر الإنترنت. أما أهم المعتقلين في الانقلاب الذي نفذه جيش ميانمار فهي أونغ سان سو كي ورئيس ميانمار وين مينت، وزعماء آخرين اعتقلوا في الساعات الأولى من الصباح وفق ما ذكرت وكالة رويترز. كما فرضت قوة الأمن في العاصمة الإقامة الجبرية على أعضاء البرلمان. يذكر أن سو كي وصلت إلى السلطة عقب فوز ساحق في الانتخابات عام 2015. أما لماذا انقلب الجيش؟ فقد اعتبر الجيش في البيان الذي أصدره أن الانتخابات مزورة. وقد طالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش في ميانمار، متواعدة بالرد في حال رفض الجيش التراجع عن خطواته. وقال البيت الأبيض في بيان له إن الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحول الديمقراطي في بورما.